كوستا تتحول مره ثانيه في الوسط لكن مقطوعه مره ثانيه للقطه حلوه لمصلحه العقل المفكر ميدران ارسل كره للامام تتحول بالراس الكره لازالت مستمره خطيره في هذا المكان لكن ابعاد والله اليوم تجد عبد الله مادو في الاحتياط خالد حامضي الله موجود ياخذ كره للامام ينظر نظر للامام يحول كره للامام تتحول توصل لفيليبي مايا لعب كره على اليمين توصل لمصلحه راضي العتيبي مره ثانيه ملعوبه لايكامبي ايكامبي ممكن ليس يعني تتكلم عن فريق ممكن نساعد لكن الامور بالنسبه لفريق العداله اعتقد ان الامور لن تصبح سهله امام هذه الاسماء لانه يقدم عطاء جميل جدا في دوري يلو الحديث عن الاسماء الموجوده نبدا بالطيف للخلف شوف للعداله في تمريرات تكون قصيره وعلى مهله ويلعب بهدوء بهدوء تواجه فريق حسن لمحمد اضعت كره امام المرمى يا حسن توصل مره ثانيه اماميه لكن عبد الله ليوسف كره ملعوبه للامام رضا بن سايح يلعب كره للخلف لا ال 11 لقب البطل راح يحصل على ال 10 مليون والوصيف ال 4 مليون الاتفاق ثلاث القاب في ال 68 وال 85 مع الجيل الذهبي صالح خليفه والاسماء الجميله جدا قدم يعني من خلالها بطل كاس المدى وامام محمد السري شوف يحافظ على كورته شوف محمد دخل واعطى تنوق اخر امام خط المنتصف ترسم خالد حامضي على مهله بهدوء ما عنده شيء يخسر العداله يحاول ان يوصل المباراه لاخر دقيقه في المباراه الا اذا مثلا نيجيري يساهم معها في لعب الكره الاولى توصل مره ثانيه للخلف محاوله ملعوبه لعبد الله اليوسف خذها عبد الله هادي عبد الله هادي ان الوضع خطر جدا وهدف يعني حسن لمحمد كان ممكن ان يقصي الاتفاق لان العداله يلعب اليوم حقيقه بهدوء وبتاني ويلعب كوره حلوه في الوسط توصل امام ملعب رائع جدا خالد فيليبي مايا يلعب كره لمصعبي